إذن راح نبقى بموضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي هو العباقرة بين التفوق والإبداع. يعني عبقري آخر وأعتقد أصغر عبقري عراقي. خلونا نرحب إحنا وياكم بيوسف حيدر. صباح الخير عليك يا يوسف. صباح النور. صباح الخير والمحبة والعافية عليك. شكرا. أكيد أنت تحب تصبح على المشاهدين تقولهم صباحكم محبة، صباحكم سعادة، يا رب تكونون زينين. شو تقول لهم؟ شو وياهم مشاهدين هاي الكاميرا شوفها، شو تقول لهم؟ يلا صباح الخير. بعد صباح. يا أحلى متابعين. الله 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 الله، هيش أريدك عافية. زين يوسف احكي لي، ايش قد عمرك انت؟ 8. 8 سنوات؟ ايه. انا اقول خاف 9. لا 8. اكيد 8؟ ايه. انت بيعصف هسه اكيد بالثاني؟ ثاني ابتدائي. اي درس من الدروس تحبه؟ يعني بالثاني ابتدائي. كل الدروس تحبه؟ ايه كلهم. كل الدروس؟ ايه. صدق؟ ايه. انت ليش خدودك حمر؟ ما ادري. ما ادري. زين احكي لي عن مشروعك وخلي ايضا نشوف مشروعك واحكي لي عليه بنفس الوقت. مشروع هذا المشروع من والله؟ ها؟ ايه مشروعي هو اراوي مثل الكارت الاخضر يقوم يتقدم الرابط، من اراوي الكارت الاحمر يرجع الرابط، الكارت الاخضر يقدم الرابط، والكارت الاحمر كل كارت حركة. ايه. حلو، عاشت ايدك. زين منو شجعك في مجال البرمجيات؟ احكي لي. ماما وبابا والمسات. والسلام من جاوا وياك انت؟ ماما وبابا. ماما وبابا كناتهم؟ ايه. وينهم موجودين؟ هياتهم موجودين صحيح. هسه دا يشجعوك انت وياي اليوم حتى تحكي لي ايضا. عندك هوايات بعد؟ احكي لي عن هواياتك، شنو هوايتك؟ ايه هوايتي العزف. عزف؟ ايه. يا الا تعزف؟ على البيانو. على البيانو؟ ايه. حلو. وتلوين. تلوين؟ تلوين الرسومات. ايه. وبعد قالوا تلعب طوبه هم؟ لا. ما تلعب طوبه؟ لا ما لا. لا يا رياضه تحب تشيل لي يا رياضه؟ سباح. سباحه، تعرف تسبح؟ ايه. هسه اريدك تمشي لنا اياه. دير بالك على كيف. يلا مخلص وياه. هاي بالموبايل راح الشغله؟ ايه. حلو، كانك على البلوتوث لو شو؟ ايه بلوتوث. حلو. لا اشتغل هسه اشتغل. احكي لنا هسه ايش تسوي؟ دا برمج. ها تبرمج. اي تليفون ممكن انه تبرمج عليه لو لازم الا هذا التليفون؟ لا لا عادي اي تليفون نقدر نبرمجه عن طريق ايباد او موبايل او حاسبه. طبعا البرمجه اللي بيشتغلها كلش يعني مو سهله، لا عبالكم سهله، لذلك هو يعني بيحاول انه يكنك ال ايش قد تستغرق هاي العمليه تقريبا؟ كمل. بالدراسة طلعت الأول لو لا؟ أي. أكيد؟ أي. عافية عليك، تعالي أمي تعال. أنا لحد الآن يعني ما سلمت عليك. عافية إيدك. زين، احكي لي يوسف شنو تتمنى تصير من تكبر؟ طبيب. طبيب؟ أي. طبيب شنو يعني؟ طب أسرة. طب أسرة؟ أي. يعني شو تحب يعني مثلا تحب تحل المشاكل الاجتماعية لو تريد؟ أعالج كل أفراد العائلة. كل أفراد العائلة من عمر واحد يعني إلى أكبر واحد. ايه؟ من الطفل إلى جده. ايه؟ كل حلو حلو. طبيب زين، احكي لي عن مشروعك القادم، اللي المشروع اللي تريد تشتغله يعني مستقبلا بالأيام الجاية شنو؟ الجلاتين. العزف على شنو؟ الجلاتين. الجلاتين هذا مشروع كبير بحد ذاته، ليش ما تقول لعب؟
شلون تعزف على الجيلاتين؟ يعني احكي لي، احنا الجيلاتين نعرف الاطفال دائما يحبون يتذوقون او ياكلون الجيلاتين، انت تعزف على الجيلاتين؟ زين اكو عندك ماده موجوده عندنا فيديو بالعزف على الجيلاتين موجوده؟ طيب لا خلينا نشوف انا وياك، شو تقول يوسف؟ يلا خلينا نشوف انا وياك وبعدها نرجع، يلا خلينا نتابع. العزف على الجيلاتين، من راح اعزف عليه راح تطلع نغمه موسيقيه تطلع فوق على الشاشه. حلو هذا المشروع يوسف، لكن اريدك تحكي لي عن هذا المشروع العزف على الجيلاتين. احكي لي عنه يلا. البروجكت متكون من جهاز، هذا الجهاز بعده وايرات وكابل ارضي، من راح المس الكابل الارضي راح تدخل كهرباء جسمي، بس الفولتيه كلش قليله فما اتكهرب. لعده وايرات اربطهم على الجيلاتين، من اضغط على الجيلاتين صار دائرة كهربائية مغلقة وينطي إشارة للحاسبة وتطلع نغمة موسيقية. حلو. المشروع لسه دا شرحه هو عن الإلكترونيك، وأيضا تعلمنا الروبوتات وحواسه، مثلا حاسة الاي ار كلار سنسر، يعني الحاسة تخلي يميز الألوان، يشوف الحواجز، وحساس الصوت، يعني من نتكلم يسوي الاوردر اللي احنا يعني منطي، وحساس الضوء، يعني مثلا من نطفي الضوء يطلع فصات او يعني فتشي المبرمجي، يعني اذا بيتحسس. ايه؟ كل هاي الامور اللي ذكرتها. ايه؟ عاشت ايدها، كلش حلو. وهاي الماده المكهرباء ممكن تدخل بالجيلاتين، ممكن انه تدخل بجسمك لكن بكميات كلش قليله، ما ممكن. ايه؟ انه تنتهي الكهرباء وما بها اي مضار ممكن تضرك. ايه؟ ما تضر. ايه؟ عاشت ايدك. نتمنى لك ايضا يا يوسف حيدر المزيد من الابداع والتالق، وكل ما راح تخترع فشي جديد ايضا انت راح تكون ضيف عندنا ببرنامج يوم جديد. شو تقول؟ حلو اللقاء اليوم شان؟ ايه؟ تعليمي. حلو اللقاء. ايه؟ عجبك؟ ايه؟ هسه خلاني اياك تقدم البرنامج هيك شي. شوف بقى ساعه وياك في التلفزيون طالعين باوع. اذا مشاهدينا اليوم انا ويوسف حيدر اصغر مبتكر عراقي راح نستمر وياكم وبرنامج يوم جديد. قولهم وبرنامج يوم جديد تابعونا. وبرنامج يوم جديد تابعونا.